التقدم التكنولوجي لكل ما هو جديد في المجال. افتتحت فعاليات النسخة السابعة من المنتدى الدولي للإعلام بمدينة أكادير بعرض تجارب نسائية رائدة على المستويين العربي والدولي، وسط حضور كبير لنساء ورجال الصحافة من دول مختلفة. هذا على الصعيد الشخصي مذيعة الأخبار في القناة، مذيعة وصحفية في قناة الجزيرة. طبعا المغرب عموما هو عزيز على قلبي، كل مدينة فيه أجمل من الثانية، وسعيدة جدا بوجودي بأكادير بهذا التجمع من إعلاميين من جميع الدول، وكوني حسب تعبير أهلنا في المغرب العربي من المشرق العربي، فتجربة هي تجربة خاصة أتعرف فيها على ثقافات جديدة، على أشخاص جدد، على مسارات جديدة في الإعلام لدى أشقائنا في المغرب العربي. تجربتي بقناة الجزيرة هي عبارة عن 11 سنة حتى الآن من عام 2008، تجربة غنية جدا. جئت إلى قناة الجزيرة يعني ما زلت في مقتبل العمر إذا صح التعبير، الآن لدي خبرة لا بأس بها، كنت شاهدة أنا وزملائي في السنوات الماضية على حقب مهمة مر بها الوطن العربي، أهمها الربيع العربي، تغيرات التي مرت على العديد من البلدان العربية. أنا شخصيا كان لي يعني شرف المشاركة في تغطيات عدة، أهمها تغطية الثورة التونسية، وتغطيات أخرى طبعا خارج نطاق الدول العربية، منها تغطية الانتخابات الأمريكية عام 2016. وكنا كلنا في الجزيرة صحفيين ومذيعون ومنتجون وكل كوادر الجزيرة كنا شهود على تغطيات وأحداث، منها حزين للأسف ومنها سعيد على مدى السنوات الماضية. هذه الدورة يعني مختلفة عن الدورات الأخرى باعتبار أنها انتبهت إلى تيمة أو موضوع هام في مجال الإعلام، هو موضوع المرأة. لا يخفى عليكم بأن أو على الجميع بأن المرأة هي نصف المجتمع، وبأن لها تلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية كأم، كأخت، كأستاذة، كمربية إلى غير ذلك، ولكن كذلك كفاعلة في داخل المجتمع وخصوصا في المجال الإعلامي. كان لي الشرف بأن أغطي للجزيرة من أفغانستان، من العراق، من سوريا، من جنوب السودان، من سوريا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من طاجكستان، من الحدود التركية السورية لأحداث عين العرب كوباني. وأعتبر أن دور المرأة لا يجب فقط أن يكون في زاوية محدودة من التغطيات، بل يجب أن تتاح لها الفرصة بأن تتطرق إلى كل المواضيع بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، الظروف السياسية، الظروف الأمنية، وربما أحيانا بالعكس وجود المرأة في هذه الدول عامل مساعد أكثر. في دولة كأفغانستان حضور المرأة يسهل عليها الوصول إلى الناس ودخول البيوت وإجراء مقابلات وتحقيقات، خاصة مع المرأة الأفغانية سواء في كابول أو باميان أو هيرات أو قندهار. وأعتبر بأن المرأة لها دائما لمسة خاصة في هذه المواضيع، وهي اللمسة الإنسانية والاهتمام بالقضايا ذات البعد الإنساني، الأطفال، المرأة، ضحايا الحروب والنزاعات، اللاجئين، المشردين، وأيضا الأرامل والأيتام. مذيعة سورية قادمة من قناة الجزيرة، بالنسبة للتجربة الشخصية في القناة، تجارب نسائية في ميدان الإعلام أعطت لهذه الدورة ميزة خاصة، ومن شأنها أن تسهم في تطوير قدرات ومؤهلات الصحافيات والصحافيين سواء في جهة سوسي ماسا أو على الصعيد الوطني.